السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، سبع آيات لمن عندها سحر تعطيل الزواج ينبغي أن تحافظ عليها وعلى قراءتها يوميا. أي بنت أو أي شاب، أي واحد منهما يعاني من سحر تعطيل زواج، طبعا الأصل عندي أن يكون فيه معالج وفيه برنامج. خذ هذا البرنامج أيضا حتى وإن كنت تتابع مع معالج، وإن لم تكن تتابع مع معالج أنا أعطيك وصفة إن شاء الله تبارك وتعالى فيها الشفاء وفيها الخلوص، لكن يشترط منك إن لم تكن تتابع مع معالج وهتأخذ الوصفة دي، يشترط منك أن تقول هذا ثقة في الله تبارك وتعالى أنه هو القادر على أن يزيل هذا البلاء وهذا السحر من عليك إن شاء الله. فأنا لن أذكر إلا قرآن، كلام الله تبارك وتعالى، سبع آيات تحافظ عليهم البنت اللي هي عندها سحر تعطيل زواج. أول آية معانا وهي من سورة الروم، آية رقم 30، الله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الروم آية رقم 30. الآية الثانية، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آية رقم 22 سورة الحديد. الآية الثالثة، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، آية رقم 17 من سورة الحج. الآية الرابعة أو رقم 4 معانا، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، دي في سورة صغيرة يحفظها حتى الأطفال وهي سورة التين، آية رقم 4. الآية رقم 5 بداية سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، دي تعتبر أنا أعتبرها آية، اللي هي الآية الخامسة في البرنامج اللي معانا. الآية السادسة، الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، دي آية رقم 64 في سورة غافر. الآية رقم 7 اللي معانا، الله سبحانه وتعالى يقول: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، دي في سورة طه آية رقم 21. دول كانوا سبع آيات نضعهم برنامج لمن عندها سحر تعطيل زواج. تقرأ هذه الآيات وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون هناك الشفاء بفضل الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.